يا صباح الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا. يوم جديد ونهاركم سعيد. النهارده 14/11، يوم جديد في مصر، وان شاء الله احداث متلاحقه بتحصل كل يوم، فاحنا معاكم في نهارك سعيد، بنحاول نلحق احنا كمان اللي بيحصل. وعايز اقول لحضراتكم ان فاضل اسبوعين او اقل كمان على الانتخابات، فيا ريت تحاولوا على قد ما تقدروا كل واحد يعرف دايرته هيكون فيها مين، عشان يعرف كمان يختار المرشح المناسب ليه. خلينا الاول اصبح على زمايلي. صباح الخير يا مي. صباح الخير يا شريف. هي زينه. صباح الخير يا شريف. صباح الخير يا مي. صباح الخير على كل اللي بيتابعونا. وزي ما زينه قالت، اسبوع مليان بالاحداث، هنحاول النهارده نتكلم عليها اكتر في فقراتنا، بس معانا فقره خاصه جدا عن ملف ايران اللي بيتفتح تقريبا كل 6 شهور دلوقتي. بس المره دي الملف متهيألي قوي جدا، اشتعل. امريكا عايزه تضرب ايران، وسوريا عايزه تدخل. صحيح. بس دلوقتي بقت امريكا، انجلترا، اسرائيل، الثلاثه بيحاولوا ان هم يوجهوا ضربه لايران. كل شويه بتتاجل الضربه دي، كل شويه بيوجهوا لها اتهامات كتيره جدا. هيجاوب اكتر بقى عليها النهارده عشان نستفسر منه بالتحديد ايه اللي بيحصل، استاذ سامح عبد الله، نائب رئيس تحرير جريده الاهرام. بس مش حاسه ان ايران ممكن تضرب اسرائيل خالص. مش حاسه ان ده ممكن يعني يحصل. انا مش عارفه ممكن يتقال ايه في لا بس مش حاسه. لا انا في وجهه نظري البسيطه حاسه ان ايران قوه عظمى كبيره جدا، واسرائيل مش من مصلحتها ان هي تعمل اي ضربه، اللي في الاخر الموضوع هيبقى جاي عليها هي اكتر. تهيألي يعني. صباح الخير. صباح الخير. هو انا اتمنى ان ما حدش يضرب اي حد الحقيقه، عشان احنا مش ناقصين بصراحه. صباح الخير مشاهدينا. الحقيقه يعني انا بحاول ابقى يعني يبقى عندي توقع او اراء او كده، بس المشكله ان احنا اتعلمناه خصوصا في مصر، مش بس في العالم، في مصر خلال الست اشهر اللي فاتوا، ان ما فيش حاجه متوقعه. اي حاجه ممكن تحصل في اي وقت. صح ولا لا؟ صح. بس فبالتالي يعني اعتقد ان ده ممكن حتى يتفتح معاكي في الانترفيو اللي هتعمليه على موضوع ايران، ان فعلا ما فيش شيء دلوقتي متوقع. يعني مثلا ممكن حتى مش من سنتين كنا ممكن نقول لا يمكن كذا، او مش مناسب ان يحصل كذا. دلوقتي بقى كل شيء متوقع، بس بقى سياسي محليا وعالميا. بس في سيركمستانسز بتخليك تقول ده ممكن يحصل او ما يحصلش، يعني في توقعات معينه. بس ما اعرفش وجهه نظري، زي ما قلت انه يمكن اسرائيل على قد ما هي ممكن تبان هي بعبع كبير جدا جدا جدا، وزي دايما بتحاول تصور نفسها ان بعبع كبير جدا جدا. عندنا ايران ومعها كوريا ومعها الصين، فيعني في تحالفات خفيه، في تحالفات خفيه، ف كتير قوي. وفي نفس الوقت ان هي انا دوله صغيره قوي ان هي تعمل حتى القنبله النوويه، او يعني متهيالي هي هتضر اكتر ولا ايه؟ ميك سنس. على المستوى المحلي بقى، النهارده الحقيقه في حدث مهم جدا. النهارده بنحتفل بمناسبه مرور 40 عام على جلوس البابا شنوده بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه على كرسي مار مرقس الرسول، وده كان في 17 نوفمبر 1971. النهارده اعتقد ان الاحتفال هيكون مختلف جدا. مصر اللي جلس فيها بابا شنوده في سنه 71 مش هي مصر النهارده. هنعرف اكتر ايه المتوقع، هنعرف اكتر ايه اللي جاي بالنسبه لهذا الملف. هيكون طبعا بنتكلم عن شخص بابا شنوده، ولكن هنفتح منه طبعا على ملف الاقباط، هنتكلم على ماذا حدث وماذا سيحدث خصوصا في المرحله المقبله وفي الانتخابات وتصويت المصريين في الخارج. كلام كتير قوي هنعرفه مهم خلال جدا الفقره دي. لكن اكيد اكيد طبعا لازم كلنا نوجه التحيه لبابا شنوده اكيد تعيده الاربعين اكيد. وكمان عندنا فقره مهمه جدا، وهي عن ارتفاع معدل حوادث الطرق بمصر، فهيكون كمان منورنا فيها دكتور محسن مهدي، استاذ الطرق والمرور والمطارات بهندسه عين شمس. وغير طبعا فقره مهمه جدا جدا عشان معدل الحوادث كتير جدا، وعامه غياب الامن كمان يعني، وغاب القواعد وكل حاجه يعني. بس الكلام بيتقال كل يوم. طيب خلينا نبتدي معاكم فقره الصحافه ونهارك سعيد. يلا بينا.